مساء الخير، كيف منأمن برنامج رح يطل كل أسبوعين مرة عبر شاشة الأو تي في ليسلط الضوء على عالم التأمين بلبنان؟ رح يناقش كل خبايا ومشاكل هذا القطاع، هذا القطاع اللي عم بيعيش اليوم ارتباك واضح نتيجة الأزمة السياسية الاقتصادية النقدية والصحية، بالإضافة لأزمة سعر صرف الدولار. بنفس الوقت المواطن عم بيلمس عدم قدرة الشركات على اتخاذ قرارات موحدة بشأن المطالبات وتسعير التغطيات وغيرها. وحاليا هذا القطاع بيشهد الكثير من التحديات اللي رح نسلط الضوء عليها ببرنامج كيف منأمن. كيف منأمن نوجد بوقت لبنان عم بيشهد ازمه من اكبر الازمات الاقتصاديه، وقطاع التامين امام تحديات كبيره. اليوم موضوعنا بيتناول هاجس اللبنانيين الاول، وهو صحتهم والتغطيات الصحيه. رح نتعرف على دور شركات اداره الخدمات الرعايه الصحيه ولمصلحه مين بتشتغل، المشاكل بين شركات التامين والمستشفيات بظل الوضع الراهن، ومصير التامين الصحي بلبنان. مع ضيوفنا اكيد الموجودين بالاستوديو، الاستاذ سيريل عزار نائب وسطاء التامين بلبنان النائب الحالي، وايضا صاحب ورئيس مجلس اداره شركه جيبنز لوساطه التامين، وضيفتنا الاستاذه ديانا حيدر اللي هي مساعد مدير عام في شركه نيكست كير، وهي احدى بيست اسيستنس كمان، اصلا زملائنا هن موجودين على طول معنا، بيست اسيستنس اللي كمان بتدير خدمات رعايه اداره رعايه الخدمات الصحيه، وعم بتواجهوا مشاكل هلا كثير بظل الوضع الراهن. وعبر سكايب بينضم لنا، عبر زوم بينضم لنا من دبي النقيب السابق لوسطاء التامين الاستاذ إلي حنا، وايضا هو صاحب ورئيس مجلس اداره احد اهم شركات وساطه التامين بلبنان والعالم العربي اكير. مساء الخير. مساء الخير. نقيب نبلش معك هيك بطريق بشكل سريع، وضع التامين بلبنان والقطاع هل هو بخطر؟ اول شيء بونسوار، وبدي رحب فيك وبضيوفك. وسوق التامين بلبنان لهلا نحن فينا نقول منه بخطر، بس اليوم بدنا نعرف كيف بدنا نلملم جروحاتنا بعد هالمشاكل اللي ضربتنا. مثل ما تفضلت وحكيت حضرتك بالمقدمه تبعيتك، انه اليوم عندنا ازمه ماليه، عندنا ازمه كوفيد، نعم، وعندنا انفجار بيروت اللي هو اجا ومثل ما بقولوا كسرنا ظهرنا. نحن في ملاءه بالشركات بلبنان، نعم، في تعاطي جدي بكل الامور، في شركات عم تنكب كل يوم تتعرف كيف بدها تظبط امورها، كيف بدها تلملم امورها، وكيف بدها تتعاطى بطريقه ايجابيه بهذا السوق. هلا الخطر وين بيصير؟ إذا اليوم في عندك ناس بدنا نطلب منك من هالمنبر، يعني العالم اللي بيتعاطوا بهالموضوع ويحكوا فيه بالإعلام، يتوخوا الحذر ويعرفوا مين عم يجيبوا المصادر تبع الخبر تبعهم، لأنه هيدا بيبلش يضر. تعرف اليوم قطاع المصرفي حدث ولا حرج، يعني من اللي صار بالبلد اليوم ما بقى في ثقة بالبنوك. إذا بيصير فينا زيت شيء بيصير في خطر على البلد كله. يعني بدنا همتكم اكيد كلكم تحطوا ايديكم بايدين بعض، شركات وسطاء التامين وكل الشركات اللي بتقدم خدمات، كرمال نقوم بهالقطاع 100% يعني 100% تنزيح عن الخطر ونبعد عنه ونمرق عن الازمه مثل الازمات اللي اجت بلبنان قبل، نعم، وكانت كبيره وتخطيناها. يمكن نحن كمان بلبنان نتوجه لبرات لبنان، هذا يمكن بيساعدنا كمان، مثل ما هلا مثلا النائب السابق موجود برات لبنان، هذا الشيء بيساعد يمكن ليمشي السوق اكثر بظل الوضع الراهن. يعني انت بتعرف اليوم اللبناني موجود من بكل العالم، بكل الكره الارضيه، وين ما تفوت على بلد وخصوصا بالبلاد العربيه اللي هن باهم جوبز بالشركات بدبي بالسعوديه بالامارات بالمينا ريجن، كله وين ما تفوت بتلاقي المدراء كلهم لبنانيه، واللي دايرين كمان بالميديا وبالادفرتايزنج. اللبناني بتعرف ما نحكي عن حالنا نحن، بس زلم مثقف بيحكي ثلاث لغات، عنده نو هاو، عنده اكسبيرينس، عنده بيعرف ينجح وين ما كان. واكيد اللبنانيه اللي عاملين فاتحين شرك برا هول ادد فاليو للبلد، هول بيساعدوا اهلهم هون وبيساعدوا شركهم اللي هن هون. لما يكونوا شركهم هون تعبانين وعندهم سيستر كومبانيز برات لبنان، This will help. هذا بخلي شيء بيساعد نحن اليوم اصلا موضوعنا رح يكون التامين الصحي والمشاكل، مشاكل كثير عم بتواجه هذا النوع من التامين. شركات التي بي اي اللي هن شركات اداره خدمات الرعايه الصحيه، هي بوجه المدفع مثل ما بيقولوا، ببوز المدفع. يعني انتم الموجودين على الارض بالمستشفيات وبين شركات التامين والمستشفيات، خبرينا بشكل سريع ليتعرف المشاهد
شو دور التي بي اي بالضبط لنقدر نعرف اكثر شو هي المشاكل اللي عم تواجهوها؟ اول شيء بونسوار للكل. نادر شركات التي بي اي او الابريفياسيون تبع ثيرد بارتي ادمنستريتورز، شركات بتاعنا باداره الخدمات الطبيه والاستشفائيه بالقطاع العام والقطاع الخاص. الافاده من وجود شركات التي بي اي كثير كبيره. رح بلش لك اول شيء على صعيد المؤمن بحد ذاته، على صعيد المستفيد. على صعيد المستفيد بس يكون في شركه تي بي اي موجوده بتكون عم تضمن له حقه انه يحصل على العنايه الطبيه بحسب عقد التامين اللي هو ماضي مع شركه التامين باحسن خدمه وكمان باحسن كلفه، لانه هون شركه التي بي اي بس تكون عم تنتبه انه ما يصير في تضخم بالكلفه الاستشفائيه، عم تضمن انه على التجديد تكون كلفه القسط التامين مش عم تتضخم من سنه لسنه. يعني نحن هون نفسر للمشاهد انه التي بي اي اللي هي بتعمل بتقدم خدمات لكذا شركه، هي منها شركه التامين، يعني انه انتم لما ترفضوا حادث مش انتم اللي عم ترفضوا. هي بتشتغل مع الهيئات الضامنه، بيكون عندها هيئات ضامنه، شركات تامين، صناديق تعاضد، شرك خاصه، شرك تابعه للقطاع العام، هي بتكون الوسيط بين هالهيئات الضامنه ومقدمي الخدمات ليحصلوا على هالخدمات. شو الإفادة من وجودها للهيئات الضامنة إذا بدك؟ الإفادة كتير كبيرة. أول شيء بتكون هي متعاقدة، شركة التي بي اي متعاقدة مع شبكة كتير كبيرة من مقدمي الخدمات، عم نحكي مستشفيات، صيدليات، مختبرات، مراكز أشعة، علاج فيزيائي، عيادات أطباء اتسترا، بحيث أنه هالمريض بيروح ما بيدفع كاش لمقدم الخدمات، بيروح ما بيدفع إلا إذا هو عنده شيء مش مغطى أو ضمن بوليسته في شيء استثناءات. هيدي المحاسبة المالية بتصير دغري بين مقدم الخدمات والهيئات الضامنة، ما بيدخل المريض فيها. تاني شيء واللي هي موضوعنا اليوم هي شركات التأمين أكثر من هيئة التأمين. هون كمان بدي ركز على شغل نادر، إنه الوفر يلي بتعمله شركة التي بي اي لشركات التأمين وهيئات الضامنة كلها هي مبالغ طائلة، لأنه شو بتستثمر التي بي اي؟ بتستثمر ببرامج معلوماتية، بموارد بشرية، بأجهزة رقابة كتير عالية لحتى تنتبه إنه الفاتورة الاستشفائية والطبية مش عم تتخطى إلا الحد الأدنى تبعولها لا تضمن استمرارية شركات التأمين هون بطبيعة الحال. وكمان هون بدنا ننوه على شغلة كتير مهمة، انه شركات التي بي اي بتقدر تحصل على اسعار تفضيلية من مقدمي الخدمات باللو اوف لارج نمبرز، بتستفيد شركة التأمين يلي متعاقدة مع تي بي اي باسعار تفضيلية لو هي تعاقدت لحالها مع مقدم الخدمات ما كانت رح تحصل عليها. كمان عندك شركة التي بي اي عندها داتا وعندها اكسبيرينس، خبرات كتير كبيرة بالسوق، بتخلي تعطي هي ريكومنداسيون لا شركات التأمين انها تحسن برامج الاستشفائية والطبية تبعولها، وهذا شيء اكيد بيخدم شركة التأمين وبيخدم المؤمن. يعني عندها ارقام، عندها احصاءات بتقدمها لشركات التأمين لنبسط بس الموضوع، اكيد اكيد ليستفيدوا منه بتسعير بواليسهم، بزيادة التغطية، بتحسين الخدمة وتغطية الزيادة اللي يقدموها لل بالنسبة لدورة مع مقدمي الخدمات. الدور كمان هون كتير مهم. أول شيء أكيد عم نحكي على تنظيم المدفوعات مثل ما قلنا، مستحقات بين شركات التأمين وبين مقدمي الخدمات. وعندك بالإضافة لأنه عم نحكي أكتر شيء عن القطاع الخاص وشركات التأمين، هون عندك الكلفات العالية للكليمات يلي هن كتير ذو كلفة كتير عالية يلي بتضخ على على القطاع الاستشفائي يلي هو بيكون أوقات في كتير إشياء ما بتكون موجودة بالقطاع العام. سو بالاجمال هودي الافادات. رح ننتقل لعند عند استاذ الي حنا عبر زوم على دبي. بدنا نفسر هيك بطريقه سريعه، يعني اللي قالته السيده ديانا، كيف المؤمن بيستفيد من 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 يعني من الـ من التي بي اي؟ اذا رفضت له الحادث ما لازم يزعل، لازم نفسر له اكثر للمؤمن انه هذا الشيء مثل ما قالت انه بيرخص له البوليسة او ما بيؤدي لزيادة سعر البوليسة على التجديد. اذا بتعطينا هيك نصيحة سريعة للمؤمن. مساء الخير للجميع. اول شيء بحب لكم انه اليوم شركة تي بي اي لها دور اساسي، ونحن كوسطاء تأمين النقيب موجود، ونحن موجودين هون بالنتيجة، نحن دورنا ندافع عن المؤمن ونكون صلة وصل بين المؤمن وشركة التأمين كمان. واكيد تي بي اي بالنتيجه الخدمه اللي بتقدمها للمؤمن هي بتساعده اول شيء، وبتساعدنا لحتى ننسق مع بعضنا لحتى يكون المؤمن عم بيتعالج بطريقه اسرع
يكون في استقبال له بالمستشفى. وثانيا اليوم مثل ما قالت ديانا كمان انه وقت التي بي اي بيكون عندها اسعار تفضيليه، هيدي حكما رح تقلب ايجابيا على المؤمن، لانه اليوم اذا شركه التامين عم تدفع مبالغ اكثر واكبر وكلفه اعلى، هيدي ترتد سلبيا على المؤمن. فاليوم مثل ما قالت وشرحت بطريقه كثير مبسطه، شركه التي بي اي لها دور اساسي بتساعدنا لحتى وقت المؤمن يفوت على المستشفى يكون في مندوب عم بيستقبله، عاده شركه التامين لانه احسن ما توظف عدد كبير من الاشخاص وبدها تعملهم تريننج، في اخصائيين هن من خلال شركات التي بي اي بيكونوا موجودين بالمستشفيات بيستقبلوا المريض، وبيكونوا هن بالنتيجه الشيء الاساسي اللي بنحب نحكي عنه، انه مش هن اللي بيرفضوا مثل ما قلت نادر بالسابق، مش هن اللي بيرفضوا او اللي بيقبلوا، هن بالنتيجه عندهم شروط قدامهم لكل مؤمن، هن بينفذوا العقد يعني اللي موجود اللي عطيته شركه صحيح. التامين بيكون اكيد بدنا نفسر اكثر موجود على السيستم عندكم مزبوط. وكل شركه غيرها يعني بس اسيستنس فيها ترفض حادث لا شركتين وتغطي شيء تاني شركة لأن بوليسة بتقول شيء تاني أكيد. نقيب وسطاء التأمين بهذا موقعهم وين؟ يعني موقعهم بين شركة التأمين و تي بي اي والمستشفى، العميل الزبون بده يتواصل مع وسيط التأمين عند المشكل ولا؟ أكيد اليوم بيوصل شخص على المستشفى إذا صار معه مشكلة يكون عنده وسيط تأمين، أهم شيء الوسيط اللي عم يشتغل معه يكون مرخص، هيدي بدنا نشدد عليها. اليوم بحق لكل زبون يسأله للوسيط تبعه إذا مرخص، ولازم يبرز بطاقة. هالبطاقة بتطلع من وزارة الاقتصاد، أوكي؟ يعني فينا نورجي كوبي عنها. أوكي؟ ما بعرف إذا الكاميرا فيها تاخذها. وهيدي عندها صلاحية. اوكي مجبور انا بطلب من كل زبون يسال الوسيط تبعه عن هالبطاقه، تكون طالعه من وزاره الاتصال، الوسيط اللي ما عنده هالبطاقه بيكون منه مرخص ولازم ينتبه المؤمن منه. نعم. هيدي بشدد عليها النقطه. بصير معه مشكله دغري بيتصل بالوسيط تبعه، الوسيط تبعه بيتواصل دغري مع شركه التامين، ما بيتواصل مع التي بي اي. بيحكي مع شركه التامين بيعرض عليهم المشكل بيقولوا لهم شو صاير مع هذا الزبون، نعطي مثل صار امبارح. مرة عندها عملية بدأ عندي فاتورة 93,000 ما اندفعت، طلبنا نحن الشركة بليز شو القصة، هيدا الفحص منه ريليتد لهيدي العملية نعم. يعني منه مغطى. هون بتنقي انت تطلب من شركة تأمين تغطيه لأنه بيكون في شيء اسمه commercial consideration، زبون مهم عندك وحابب انت تغطي هذا الشيء، يا ما بتغطيه انت من حسابك يا ما بتطلب من بتقوله لزبون هذا منه مغطى نعم. وبتساعده بهذه الطريقه. هو اول شغله بصير معه المشكله بيتواصل معك، من هونيك ورايح بتصير الشغله بين ايديك انت لتلبيه باسرع وقت ممكن، تتواصل مع شركه التامين بيكون في ديبارتمنت خصو بالاستشفاء بقلب الشركه، وهذا الديبارتمنت بيعمل دايركت لينك مع التي بي اي اللي عم يشتغل معه، ودغري كله مثل ما قالت ديانا انه كل هذا ممكنن، يعني كله بسرعه بصير. هلا للبد مرات بصير في مشاكل اكبر، بصير في تاخير اكثر نعم، بيكون السبب شيء اكبر من هيك وبيطلع سميت بدن الزبون، لانه مرات يمكن الانترنت مش ماشي نعم، شو بتعمل؟ وقفت الكونكشن، رايحه الشغله بالانترنت، شو بدك تعمل؟ بتقول له بده ينطر نص ساعه، بتطلع الصرخه، بده ينطر 45 دقيقه، راحت الكونكشن نعم. ما بيكون حق بس كمان بنرجع لعندك ديانا، المستشفيات مرات تتأخر قصداً، خاصة هلأ بالوضع الراهن تتأخر قصداً لتبعت الموافقة على التي بي اي لتاخد الموافقة من عندكم، لأنه يمكن بهمهم الكاش، يوصل الكاش على صندوق المستشفى هلأ وخاصة بالوضع الراهن. هل هاي الشيء عم تواجهوه؟ هلأ نحن إذا بتحكيك بالإجمال أكيد هيدا السيناريو موجود وبيصير كتير، رح أحكيك في حال صار وليش مش ليش أوقات كتير ما بيصير. في حال صار مثل ما قال سيريل يلي عنده وسيط تأمين بروكر أكيد يتواصل معه لينع هذا الشيء يصير. في حال ما حدا ما يعني مأمن ما عنده وسيط تأمين دايما بده يقدر يرجع لشركة التي بي اي،
من وراء على الكارت التأمين بيكون في رقم هوت لاين 24 على 24 موجود، بيقدر يتواصل دغري مع شركة التي بي اي ويتلفن ويشوف ليش ما اجت التغطية، بعثوا له وراقه ما بعثوا له وراقه. دونك هون ضروري يعرف حقوقه المؤمن انه بأي تك بيقدر يحس حاله قريب من شركة التأمين تبعوته من خلال شركة التي بي اي. هلا ليش كثير اوقات ما بتصير؟ هون بيجي دور قد ايه شركة التي بي اي بدي اقول قبضاي بالسوق نادر، وعلاقتها قد ايه مميزة مع المستشفيات، مثل نحن مثلا مثل بيست اسيستانس، وتتكون علاقتك كثير منيحة مع المستشفى من ناحية الخدمة، من ناحية الدفع على الوقت، من ناحية جميع هيدي الامور، قليل ما تحصل هيدي الانسيدان هيدا يصير. مشان هيك كثير مهم الواحد ينقي اي شركة تأمين واي بروكر واي تي بي اي، هودي كلها عوامل بتأثر على الخدمة يلي هو عم بيحصل عليها من بعقد التأمين يلي اشتري. نحن بدنا نذكر المشاهدين انه بيقدروا يتواصلوا معنا على هاشتاج البرنامج كيف منأمن، واي استفسار او اي سؤال او اي موضوع حابين يطرحوه معنا اكيد نحن ناطرين تتواصلوا معنا. نقيب، نحن رح نحكي هلا على المشاكل الأنية يعني اللي هلا عم بتصير بالسوق، بسوق التأمين الصحي. نحن حكينا ككل هلا ان جنرال يعني كيف بتشتغل التي بي اي وشو المشاكل اللي كانت تواجه المؤمن. هلا تغير الوضع، يعني صار مثل ما بيقولوا ما في سياسات مثل ما قلنا موحده لشركات التامين. التي بي ايز كمان يعني مهمتهم صارت كثير اصعب بكثير من الاول، لانه كل كيس بدها تنحل باي كيس. برايك نحن يعني لوين رح نوصل بالتامين الصحي بلبنان؟ هل رح يتحسن الوضع ولا اذا بدنا نكمل هيك رح نضل راجعين لورا بالموضوع؟ هلا اكيد اذا بدنا نكمل عم نشتغل غلط بدنا نرجع لورا، بس اليوم فينا كمان نحط خطة عمل تنمشي لقدام. نعم. اليوم في عنا مشكلة سعر الصرف. هذه المشكلة اليوم موجودة بالسوق، واللي عم تعانيها شركات التأمين اليوم أكبر مشكلة. بدنا نذكر كل العالم إنه شركات التأمين من ولا ما بلشت الأزمة بتشرين الأول الماضي 2019 لسبتمبر أيلول 2020 عم تقبض أقساطها باللبناني. ما بقى تقدر تحمل. وصلت بأيلول بعض ثلاث ارباع الشركات بلشت تطبق السياسات تقبض 25% دولار شيك دولار، يعني الدولار اليوم بهذا طريقه الحكي جديده بلبنان، عم نخترع ديكشنير جديد فريش ودولار وما بعرف وين رايحين بهدول الاشياء. هدول اللي عم بيعملوا المشكل بالبلد. 25% هذا بيطلب وبعدين بالباقي اللبناني. في شركات 50-50 وفي شركات بعدها لليوم قليل كثير بعضهم عم يقبضوا لهالساعة هيدي ولهالتكة الأقساط بالعملة الوطنية باللبناني. اللي هو القانون هيك بيقول. بس تعال اليوم هالشركات اليوم انفرض عليها من المستشفيات، وهلا هيدا الضغط كتير قوي اليوم وخصوصا المستشفيات الجامعية بدها تبلش في هلا شغلة عم بتصير. هي بتعرف أكيد ديانا لأنه عم تتواصل معهم، بده يبلشوا يسعروا كل نص الفاتورة الاستشفية 50% بالدولار. انت عم تقبض باللبناني فيك تكمل؟ هذا الهجينج اللي عم تعمله، هذا الفرق اللي عم تدفعه، انت بتشيل دولار، انت كيف بتشتري دولار؟ بتروح على السوق السوداء بتشتري لبناني على 7-8 تاليف تقدر تدفع للمستشفيات شركات تأمين. قد ايه بدها تهدي لتهدي؟ مشان هيك اليوم انا بطلب من المواطنين اللي عندهم مصرياتهم بالدولار بالبنوك هيك محبوسين يصرف يدفعوا اقساطهم بالدولار. شقفة منا بالدولار، شقفة باللبناني، بدنا نساعد بعضنا لنقدر نكمل كلنا لما تنهار كل المنظومة. هيدي هي الشغلة اللي كتير اليوم حابب ضوي عليها. هيدي النقطة كتير مهمة اليوم. هذا الفرق رح يعمل تعرف الانفليشن اللي خلقت اليوم هاي المشكلة عن شركات التأمين بالاستشفى 157%. عم نحكي برقم منه رقم بسيط. مشان هيك اليوم وبعد هيدي اليوم إذا الشركات المستشفيات علت أسعارها وزادت وبدها تاخذ بالدولار اكثر شقفه، يمكن 50 بلشوا وبعدين يصيروا 60 و70، انا بقول لك من هلا شركات تامين مجبوره تزيد اقساطها. وهيدي الكاسه الكبيره ليش؟ لانه القدره الشرائيه اليوم على حيلا صعيد اليوم للزبون، تنحكي بالاكل وبالبيض وبالدجاج وباللحمه ما قادر يشتريهم. بدك اياه يشتري تامين اغلى وما بقي له شيء غير التامين اليوم؟ نعم. رح نروح لعند استاذ ايلي حنا. استاذ ايلي، قانونيا نحن بعدنا كنا قايلين انه لازم يندفع الدولار بال 1005 على 1005. هل هناك خطه عم تنوضع يعني من قبل المعنيين
يصير الدولار مثلا بشركات التأمين أغلى من 1005، ولا شو هي الحلول اللي عم تنطرح؟ أول شيء اسمح لي بس أقول على نقطة ملاحظة ذكرتها ديانا، إنه على كل مؤمن لازم ينقي وسيط وشركة تي بي إيه وشركة تأمين. أنا بقولها لديانا بفتكر للمشاهدين اللي عم يسمعونا، الأهم شيء تنقي وسيط وهو الوسيط بياخدك على أحسن شركة وأحسن تي بي إيه وأحسن هيدا. ما تزعلي مني ديانا بس هيدا هو الواقع. الموضوع الثاني أنا كمان بقول إنه بتمنى على عم بيطلع الصوت. إيه نعم تفضل. بس ديانا هيدي البارت ما سمعتها، ما زعلت منك. مش عم بسمع مظبوط، مش عم بسمع مظبوط لإلي. إذا عدلي إياها ما في بروبليم. عم بقول أنا ديانا إنه اليوم قلتي حضرتك إنه على الشخص كل مؤمن لازم ينقي وسيط وينقي شركة تأمين محترمة وتي بي إي محترمة. أنا بقول لك إنه لا، اللي هو لازم ينقي وسيط والوسيط عليه دوره هو ينقي له أحسن شركة وأحسن تي بي إي وأحسن تغطية. يعني هون دور اساسي للوسيط، ومؤكد على اللي قاله النقيب عزار، وبقول اكثر من هيك انه من المفضل انه الوسيط يكون ضمن نقابه اصدار التامين بلبنان، لانه في جهه رسميه اللي هي الجهه الوحيده اليوم اللي بتقدر تحمي الوسطاء وتدافع عنهم، مثل ما عم تقول النقابه الحاليه والسابقه وكل النقابات اللي مرقوا. انا اللي بدي اقول، سالتني نادر عن موضوع اليوم الخطه. للاسف نادر اليوم في ضياع بالسوق اللبناني وخاصه بموضوع التامين، وانا برايي كان لازم يكون في له دور اساسي، تكون الوزير الاقتصاد وهيئه الرقابه على ضبط بعض الفلتين بموضوع التسعيره. قد ما بيقدروا عم يشتغلوا يعطيهم عافيه، بس ولكن اليوم اذا ما نجي نشوف السوق، ناس عم بياخذوا على 1005، ناس بياخذوا على 4000، ناس بياخذوا بالدولار، ناس بالدولار، في ضياع كبير. انا اللي بقدر اقوله بهالشيء للمواطنين، اول شيء في نوع من التأمينات أنا بحبز وبفتكر النقيب بيوافقنا على الموضوع إنه يندفعوا بالدولار، أولاً مش لأنه بس تنخلي أو لازم يدفع بالدولار لأنه مصرياته مجمدة مثل ما قال النقيب، ولكن اليوم نحن هذا القطاع الصحي، إذا شركات التأمين سكرت نحن بيكون المواطن هو بخطر، لأنه الدولة ما رح تتحمل أي عواقب أو أي نتيجة الأضرار اللي ممكن تنتج في حال شركات التأمين الخاصة سكرت، وهون ساعتها بيكون بترتد سلبيا على المواطن. منشان هيك نحن اليوم بنقول للمواطن، في بعض البوابات مثلا استشفائية لازم ندفع بالتشيك دولار اصب باللبناني، ولكن انا اللي بقدر وصله وبعتبر هيدا الشيء مخالف للقانون وما بقبله كوسيط تامين، وانا ما بقبله مع مؤمنين تبعي، انه شركه التامين تتقاضى اكثر من 1515 اذا بدها تاخذ على سعر اللبناني، يعني ما يكون في تغيير بالدفع. وهون برجع بشدد دور الجهات الرقابيه من وزاره الاقتصاد وهيئه رقابه على انه يكونوا هن لهم دور اساسي بضبط هذا الفوضى اللي عم بيصير بالسوق. نعم استاذ إيلي، نحن رح نرجع لعندك، ولكن نحن هلا رح نطلع بريك، بعد البريك رح نغوص اكثر بالمشاكل اللي عم بيواجهها المواطن بالمستشفيات والمختبرات. بريك ونرجع. كيف منأمن بيرجع بيتابع معكم مشاهدينا، واكيد بتقدروا تتواصلوا معنا عبر هاشتاج البرنامج كيف منأمن، وناطرين كل اقتراحاتكم اسئلتكم او اذا عندكم اي مشكل مع اي شركه بنقدر نحن نتواصل مع هالشركه اكيد كمان ابعتوا لنا. بنرجع بنرحب بضيوفنا اكيد. ديانا، في مثلا انقطاع الدواء بلبنان والتهافت من قبل الناس يعني على شراء الادويه وتكديسها بالبيوت، اكيد هذا اثر كثير على خدمتكم انتم للزباين خاصه بالفرماشيات. شو عم بتواجهوا مشاكل بهذا الموضوع؟ هلا نادر، اكيد مشكله الدواء هو مشكل موجود، بس انا بعتقد انه مش يعني مضخم كثير بالاعلام قد ما هي على الحقيقه، ومثل ما انت قلت نادر، هو يلي زاد المشكل هو هالعالم يلي هجمت بشكل هستيري على الصيدليات تشتري ادويه تخزنها ببيوتها، وقت صار واحد عايز دواء بطل عم بيلاقيه. سو هيدي كتير اثرت هون. في شغله كتير مهمه نادر، انه شركه التامين
ولا التي بي اي، اثنيناتهم ما بيقدروا يضمنوا وجود دواء بالسوق. وقت ينقطع دواء، هيدي سياسه دواء ببلد ما بيكون ما بتكون العلاقه شركه التامين او شركه التي بي اي. هون كمان نادر المشكل اللي عندنا اياه، اللي بنطلب تعاون اذا بدك الاطباء المعالجين، هو انه قد ما فيهم يكونوا متساهلين مع ادويه البديله. يعني وقت يجي يطلب يوصف الطبيب دواء معين ويكون حاطط المارك ان اس انه هذا الدواء ما بنقدر نعطيه بديل، بيكون عم يزيد الازمه. هون نحن بندعو، يعني ان شاء الله يكون في اطباء عم بيحضرونا، انه قد ما فيهم الاطباء يساهموا باعطاء ادويه اكيد بزيت الفعاليه، وفي كثير ادويه كثير متشابهه، ما ضروري نضل دائما متمسكين بزيت الادويه، ضروري يكون في هذا التعاون مع الاطباء. وكمان نادر من وراء هيدي الازمه، شو في وصفات بتقدر يكون فيها ادويه صراحه ما لها لزوم طبي بتكون موجوده، بتكون منزاده بشكل بكميات كبيره، بكميات اكثر من ما لازم، من ما بحاجه له المريض. هون كمان الدور كبير كثير كبير، الوعي طبعا المواطن، طبعا الطبيب المعالج، واكيد طبعا الصيدليات. هلا بالنسبه انتم اصلا عندكم هون دور كمان، انتم اذا في اشياء بلا طعمه يعني وصفينا. اكيد مزبوط، هون دور شركه التي بي اي انه هي تعمل هالرقابه. مثل ما قلت لك نادر، في هون نظام معلومات كثير متطور بتستعمله شركه التي بي اي مثل شركتنا، بتكون هذا النظام بيقدر يحسب الدواء على الحبه على العلبه لما ياخذ المريض اكثر من ما هو بحاجته، مش بس لتقليص الكلفة، كمان لكرمال صحة المريض حتى ما يكون عم بياخد أدوية أكثر من ما لازم أو أدوية متضاربة مع بعضها. هلأ بالنسبة للانقطاع، نحن بنفهم أنه في صيدلية بكون في دواء موجود عندها، دواء تاني مش موجود، في صيدلية عندها ستوك أكثر من غيرها. هون دور التي بي اي أنه تضل قادرة تلبي المواطنين، إذا ما لقيوا دواء بهالصيدلية بيتصلوا مثل ما قلت لك نادر، الكول سنتر كتير مهم، هيدا حق المؤمن أنه يتواصل من خلال البروكر أو دغري على الكول سنتر يدق يقول مش عم بيعطون الدواء مقطوع من هذا المحل، ده اللي يقولوا صيدليه بديله موجود فيها هذا الدواء. التعاون الكل كثير مهم، نحن هلا بازمه، اذا ما تعاوننا كلنا بنكون عم نرجع لورا مثل ما قال النقيب. بس يعني هون انتم دوركم كمان عم بيتغير شوي، يعني انتم كنتوا موجودين لتحسنوا الخدمه، هلا صرتوا موجودين بعدنا عم نحسن، عم بتحسنوا بس بذات الوقت ضمن الظروف يعني الموجوده. اكيد وانقطاع الدواء صار دوركم تامنوا المينيموم للمؤمن. مزبوط نادر، اكيد هذا دورنا. واذا نحن بالاوقات الصعبه شركه التي بي اي ما كانت حد المؤمن، بالاوقات الدنيا بألف خير كله بيكون ماشي بالنظام. اكيد هون قوه شركه التي بي اي انها تقدر تبين وتتميز بالحالات اللي هي بالامبيريود دو كريز. يعني اكيد نقيب في عندنا سؤال وصل على البرنامج وسؤال مهم، لانه هلا في كثير ناس عم بتغير الشركات، عم تلحق الاسعار الارخص، مثل ما عم نعرف في شركات عم تغلي، شركات بعد ما غلت، شركات عم تاخذ على 4، شركات عم تاخذ على 1005. في شخص صار له 20 سنه بشركه ونقل على شركه ثانيه، هل هو ضمانه الاستمراريه بتضل موجوده معه؟ واهم شيء لما واحد ينقل شركه قبل ما ينقل بعبي استماره، هالاستماره هي بسموها استماره طبيه. نعم بعبي اسمه وادرسه وبعدين ببلشوا السؤالات، اي درجه بحب، واذا بحب الادويه وبده ياخذ اوبشنز، بنقي التغطيات اللي بحب ياخذها. بعدين عندك اسئله عن حالته المرضيه، اسئله هن بيطلعوا شيء 10 15 سؤال وهن سبيسيفيك دقيقين، بده يعبي هالاستماره باقصى شفافيه، شو ما كان عنده يحط بالسؤال، اذا نعم، اذا هل يوجد عندك سكري يحط نعم، شو بتاخذ انسولين يا محبه، قد ايه الانسولين، وهذا يخبر شو عم يعمل. هذا اهم شيء، لانه دائما اذا بس يعبي الاستماره الطبيه ويقدمها للوسيط تبعه اللي عم بيقدمها لشركه التامين. نعم قبل ما ينقلوا بيدرسوا هالاستماره وبيطلب منهم الوسيط انه نحن طالبين تنعطى ضمانه التجديد بهالشخص اللي حينقل لعندكم. اذا شركه التامين عندها الحق تدرس هالاستماره وتشوف هالوضع الصحي للشخص وتقرر، يا بحب اخده كزبون جديد يا ما بدي اخده لانه صحته خليه بالشركه الموجود فيها، انا ما بدي اخذ هالريسك على حالي اللي هو موجود. هي هلا حاليا الشركات فيها ترفض انه تاخذ البوليصه، بس ما بحق الا تاخذ وتحط استثناءات. هي انتبه اليوم لا. اذا عم ينقل، اذا واحد جاي جديد
في عندك شروط، لانه انتبه عم بتقلي عم بينقل من شركه لشركه، يعني في شيء اسمه اول شيء تجديد، نعم، رينوفالمون، وبعدين في شيء اسمه غارانتي دو رينوفالمون، يعني تجديد بيتجدد له وبعدين بينعطى ضمانه التجديد اللي هي اللي الضمانه اللي بتضمنه هن بيقولوا لايف تايم، بس هي منا لايف تايم. خلينا ننتبه على الموضوع، دائما العالم بتضيع. في عندك شيء اسمه 720 يوم هي الجارانتي رينوبيليتي، كنايه عن 720 يوم عنده كريدت ببوليستو زبون. هالكريدت هو اذا فات على المستشفى، يعني على الان هوسبيتال، نام بالمستشفى، كل ما ينام بالمستشفى بينخصموا هالايام. اذا خلصوا هالايام انتهت البوليصه. منا مفتوحه البوليصه، بدنا نكون واعيين على النقطه، لانه كثير عالم منا واضحه هذه النقطه عندهم. وهيدي يعني نصيحتك للمشاهد، ينقل ما ينقل، شو انا برايي اليوم اذا شركتك عم بتعاملك منيح وما عندك مشاكل فيها، وبس تفوت على المستشفى ما عم تنطر، وعندك معامله، يعني العمليه تكون تي بي اي، في تي بي اي كلهم صاروا اونلاين، عمليه كلها اونلاين، عندك كارت مغناطيك ممغنطه توصل، كل الانفورميشن تبعولك الداتا موجوده بقلب هالكارت، بتحطها انت على الكاونتر، بتفوت على الكمبيوتر، بيوصل المعلومات كلها. في شركات بتهين لك امورك، اذا شركتك انت مرتاح معها انا بنصحك ما تغير. يعني بس ممكن يكون عم بيواجه مشاكل ماديه، اذا ماديه كمان اليوم بدنا ننتبه على شغله، لانه الشركات اللي اليوم عم بترخص يمكن عندها مشاكل ضيقه ماليه وبدها تاخذ شوي زبونات على جنب، كمان ننتبه على الوضع وندرس، نعمل انفستيجيشن عن الشركه اللي بدنا نحط حالنا فيها، نعرف شو وضعيتها الماليه، نسال عنها، نسال عنها وين بالمستشفيات، نسال عنها، ننزل على المستشفى، نفوت على هالمكاتب، شو رايكم بهالشركه؟ كيف بيعاملوا هالعالم؟ يسألوا سؤالات تيكون عندهم وضوح، واكثر شيء ياخذوا اكثر شيء معلومات من الوسيط تبعهم. نعم. اللي هو وسيط بيكون عنده علم بكل شيء، بس اوعى حدا ولا وسيط ينقل شخص ويخسروا ضمانه التجديد، بيكون عم يخرب له بيته بالعربي اللي مشابه. نعم. ديانا هلا على الارض انتم موجودين، هل عند تجديد البوالص عم تشوفي البرودكت بشركات التامين عم بتقل قيمتها، يعني عم تنزل من تغطيتها ولا عم تحافظ على ذات المستوى؟ ليك لحد هلا ما في امباكت هالقد مجر على هيدي المواضيع. بعدين بعتقد انه بالسوق ما بيحمل انه نوطي تغطيات، بالعكس خاصه هلا مع الابيديمي وكل هودي. وكل شركه لها خصوصياتها، وكل شركه مثل ما قال استاذ سيريل عندها الملاءه تبعولها والسدابت للوضع. نعم. رح ننتقل لكورونا. كورونا هو موضوع الساعة، وكل شركة عم تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة. في بوالص خاصة بس بتغطي كورونا، لأنه في بوالص ما عم بتغطي كورونا، مضطر تشتري تغطية الكورونا. رح نشرح كتير عن هذا الموضوع، لأنه كتير في مثل ما بيقولوا هيك دهاليز كرمال المواطن يعرف حاله شو بده يعمل، لأنه كمان عم نشوف عم يوصل فيدباك من المستشفيات انه المستشفيات اللي مأمن تأمين خاص عم ينوجد له سرير اللي بتغطي كورونا، بينما اذا كان على حساب الضمان او على الصناديق اللي تابعه للدولة ما في مطرح، وهذا الشيء موجود وما فينا ننكره يعني. مزبوط. من وين بنبلش؟ من عندك ديانا. لقلك هون كمان الدور كثير كبير للتي بي اي بهذا الموضوع. رح احكيك عن خبره شركتنا نحن بيبس اسيستانس. وقتها بلشت جائحه الكورونا وقصه صرف الدولار وكل هيدي الامور، الستبس اللي اخذتها الشركه بالدفع السريع لمستحقات المستشفيات كان هو اذا بدك اللي خلى انه المستشفيات تضل تقدر تلبي. عم بحكي عن شركتنا، عن الشركه اللي نحن بنخدمهم من عندنا. دونك هون الدور كثير مهم بدفع المستحقات للمستشفيات بشكل سريع. مشان هيك اللي عم بتقوله مزبوط نادر، القطاع العام يلي بيتاخر تيدفع مستحقات للمستشفيات اقل له انه يتوقع يكون في تاخير بانه يستقبلوا له زبونيته. وهون كمان كتاثير الكورونا على عملنا كمان، انت بتعرف نحن موجودين بالمستشفيات كلها عندنا مكاتب، هون كمان ضل وجود الموظف تبع التي بي اي بعده موجود بالمستشفى. نحن من عندنا بشركه ما وقفوا يروحوا ولا نهار، واستثمروا بالمكاتب ليكونوا سيف الموظف والمؤمن وقت يفوت على مكتب شركه التي بي اي بالمستشفى. وهون كمان الدور ضمن الكورونا وضمن قصه الدولار كمان، انه وقت يكون في مكتب للتي بي اي بالمستشفى، المريض هو وظاهر من الاوبيتال، كان عم يعمل عمليه او كان عنده دخول، بتتاكد المندوب يلي موجود بالمستشفى بيتاكد انه ما اندفع ولا ليره برات يلي كان لازم ما دفعته المستشفى فروقات. الدور كمان الكبير يلي لعبته نادر هون شركات التي بي اي هي بالاحصاءات اللي عطتها لزبوناتها، خصوصا ارباب العمل. يعني وقت يكون عندها شركه
شركه التي بي اي داتا بتفرجي انه هودي المقايد البوبيلاسيون تبع هالشركه عندهم هودي الامراض اللي هن امراض مزمنه تاثيرها ديركت على الكوفيد، كانت عم تعطي هالريكومنداسيون كرمال ارباب العالم عمل يقدروا يعرفوا وينظموا عمل مؤسساتهم ضمن جائحه. نعم. انتم عندكم كل الداتا وتاريخ الامراض عند الموظفين. اكيد. انتم ساعدتوا يعني مين بيقدر يجي على المكتب، مين بيقدر يشتغل من المنزل، لانه في خطر عليه اكثر من غيره. 100% بنكون نحن وبشير هيدي الداتا. نعم. مع الشركة. نقيب، هلا مبدئيا كل شركه، كل بوالص التامين بشركات التامين رح تغطي الكوفيد عند التجديد، بس اذا بنشرح بشكل سريع. هي بس بلشت الازمه هيدي، ثلاث ارباع بوالص التامين الاستشفائيه بالبلد ما كانت بتامن الكوفيد. نعم. هيدي اكسكلوجن، استثناء ببوليصه التامين البانديميك هي اكسكلوجن. في كم بوليصه بكم شركه كانوا مغطينه وما عندهم اي مشاكل. صارت هالازمه، وزاره الاقتصاد فرضت على شركات التامين انها تغطي الكوفيد. نعم. من 16 افريل وبالجاي كل البوالص اللي عم تتجدد بكل شركات التامين بلبنان تنكون واضحين بغطوا الكوفيد. هلا كيف بغطوه؟ في سقف للتغطيه، بدنا بيختلف بين كل شركه وشركه. انا رح بقول لك الشركات تقريبا كم شركه، يعني الشركات معظم الشركات فينا بس بشكل سريع. نعم. بشكل سريع حطت سقف للتغطيه، يعني في عندك شيء اسمه حاله خطره. نعم. حاله معتدله وحاله خفيفه. حاله الخطره سقفها 40 مليون بالكيس. نعم. بالنهار مليونين و200 الف. الحاله بالنص المعتدله، شو هي الحاله الخطره؟ يعني عم نحكي انتوبيشن وريسبيريتور. الحاله بالوسط هي اي سي يو بس ما عندك انتوبيشن. نعم. اوكي، هيدي كمان ليميت تبعها 35 مليون بير كيس، وبالنهار مليون و200 الف تقريبا. واخر حاله اللي هي الحاله الخفيفه، منه اي سي يو، منه بالانتنسيف كير، موجود هو بالايزوليشن. اوكي، هيدي الحاله بالحاله ليميت تبعها، السقف تبعها 15 مليون، وبالحاله 900 الف بالنهار. نعم. اوكي، هلا في شغله بدنا نضوي عليها هون، عم نحكي عن شركات التامين، لانه صناديق التعاضد بلبنان منهم تابعين لهيدا القرار اللي طلع من تعميم من. نعم. من نحن عم نحكي شركه التامين، عم نحكي شركات التامين وعند التجديد. وهلا كل واحد عم بجدد بوليسته، لانه في ناس بوالصها قبل 16 افريل، هول اللي عندهم هالبوالص ينتبهوا، هول ما عندهم تغطيه ضد الكوفيد لليوم. نعم. اوكي، وتا كمان نوضح بعد اكثر للعالم انه فحص البي سي ار منه مغطى. اوكي، بيتغطى اذا طلع بكم بوزيتيف. شركه اذا طلع بوزيتيف واذا فات على المستشفى، في شركه اذا طلع بوزيتيف وما طر يفوت، يعني راح قاعد ببيته ينحجر، كمان ما بيدفع حق. رح نطلع بشكل سريع عند استاذ الي. استاذ الي، شو بتنصح العالم اللي ما عنده تغطيه كوفيد، شو فيها تعمل؟ اول شيء اللي بيكون قاعد برات الستيج او برات بيتحرقس كثير، بيكون لا مش بس بيتحرقس، بيكون عم بيشوف يمكن قصص وبيعلق على قصص دقيقه شوي بتفيد المواطن. اول شيء سالت سؤال النقيب موضوع اذا واحد بده ينقل من شركه لشركه بالاستشفى. نعم. انا برايي انه اذا واحد مامن مثل ما قال النقيب بشركه وعنده تغطيه وعنده جارنتيرينيبيليتي، يعني اعاده تجديد مدى الحياه، هيدي كثير خطره انه ينقل من شركه لشركه. ولانه اليوم وقت اللي بينقل لشركه ثانيه مش ممكن إلى حق الشركه اللي بتاخده مع مره ثانيه بخلال اول ست اشهر ترجع تحط له شروط واستثناءات على عقده التامين. يعني خليني بس هون للمواطن اللي سال، انا ما بنصحه انه ينقل. وين اذا ضمن جروب مجموعه عم تنقل، لانه مجموعه كبيره، اكيد على الوسيط هون انه ينتبه ويركز يحط بعض الشروط بقلب عقد التامين تيغطوا انه اللي ياخذ الجارنتيبيليتي وحافظ عليها. نعم. نقيب عزار، هلا موضوع الكورونا، موضوع الكورونا موضوع منه بس موضوع على مستوى لبنان ولا على مستوى شركات التامين، موضوع كثير كبير. اليوم ما في بلد وما في شركه تامين بالعالم ما تاثرت بموضوع الكورونا. بالنسبه للبوالص اللي ما فيها تأمين، اليوم في بعض الشركات سمحت للعقود اللي هي قبل 15/4 أو قبل 16/4 أنه اللي بحب يضيف تغطية الكورونا أنه تتغطى. وفي بعض الشركات كان عندها بالأساس تغطية، ما عندها استثناء بعقد التأمين لموضوع الكورونا. نعم. اليوم نصيحتك للي ما عنده تغطية، مثل ما قال النقيب بحطوا ليميتس
ما عنده تغطيه في يطلب من وسيط التامين، يطلب له من شركه التامين انه تضيف له، ترجع تعمل له امندمنت على بوليستو وتضيف له التغطيه. ممكن يكون هذا في كلفه صغيره بيدفع المواطن نقيب، بس في 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 الواحد يزيد تغطيه بدون ما يكون عامل الفحص، يعني بركي بس مورد راح عامل زياده للتغطيه. الموضوع موضوع اول شيء كل عقد التامين اللي بعد اللي بيتجدد بعد 16/4 او اللي تجدد بعد 16/4 او صدر عن جديد بعد 16/4 ما بده يعمل فحص ولا شيء، مجرد ما تاخذه شركه التامين معناتها بترسل، لانه الكورونا من غلط تحط عليها ويتنج بيريد، لانه اليوم يمكن يصير معك كورونا اليوم ما يصير معك من هلا ل 100 سنه، مش انه بس في شركات عم بتحط ويتنج بيريد. انا برايي هون دور الوسيط ينبه المؤمن لدي ويقول له انه شو الشروط. بتعرف انت اليوم في كثير عقود تامين موجوده بالسوق اللبناني، كل شركه بتشوف من ميلتها من زاره، في شركات بتحط ريستريكشن اكثر من شركات او شروط او استثناءات بعقد التامين. كثير مهم نادر التركيز على المواطن على دور الوسيط، الوسيط ما بياخذ تكلفه اضافيه من المواطن حق الخبره او الاستشاره اللي بيعملها، ونحن كوسطاء نحن بنمثل صحيح عندنا علاقات جيده مع كل شركات التامين ومع كل القطاع التامين مثل تي بي ايز وغيره والخبره، ولكن نحن دورنا نمثل الوسيط نمثل المؤمن مش نمثل شركه التامين، نحن بنجرب انه نكون على علاقه منيحه مع شركه التامين تندافع عن المؤمن تبعنا. استاذ الي بدي اختم معك لانه رح يخلص وقت البرنامج، بس بدي منك بشكل سريع وموضوع ما خصه بالتامين الطبي، هلا نحن بحجر وفي سيارات مجوز ومفرد، الشركات ما عم بيغطوا، بدها بس تعطينا نصيحه للمشاهدين بشكل كثير سريع. ليك هيدا ان شاء الله لازم نعمل حلقه خاصه عن هذا الموضوع. بس انا بفتكر بقول بس لشغله اساسيه، اليوم اول شيء نحن بنطلب من المواطنين انه يلتزموا بالقوانين، وقانون السير الجديد عطى سمح لوزير الداخليه انه يضيف بعض المواضيع او يغير ببعض البنود بالقانون بعض القصص اللي هي بالنسبه ل بتفيد بظرف معين بوقت معين. اليوم نحن في تعبئه عامه واليوم عم بحطوا انه ممنوع تجول بعد ساعه معينه، هيدا بقول لك اول شيء هيدي اول مره بتصير بلبنان، هيدي يعني اول مره بلشت من اول ما بلشت الكورونا ورجعت انعادت هلا قصه مفرد ومجوز وقصه تعبئه عامه. انا اللي بقول للمواطن اول شيء يلتزم بالقوانين، في بعض الشركات عم بتغطي، حتى اقول لك بكل صراحه اذا حد صغير عم بتمرقه، ولكن بس بحق له ما تغطي. اذا غطت انا برايي وقت اللي عم بتخالف قانون السير الى حق شركه التامين ما تغطي، ونحن عم نقول للمواطنين لكن نحكي عن هذا الموضوع اكثر بالحلقات اللي جايه. استاذ الي انا بدي اتشكرك لانه وصلنا لنهايه البرنامج، وبدي اترك الكلمه لك كمان بعد نقيب، شو بعد شيء هيك حابب تضوي عليه قبل ما نختم البرنامج؟ بدي بس اطلب اول شيء من شركات التامين كلها بهذا الوقت الصعب، لانه نحن هلا بازمه كبيره خاصه بالانفجار بيروت، ازمه بعد اكبر. بكره اكيد عندك حلقات جايه بدها تاخذ تحكي بهذا الموضوع، نطلب من كل العالم تتكاتف شي مره، يعني بتعرف اليوم الازمه بس يكون في ازمه ما لازم كل واحد يفتح ويعمل اشي على حسابه وبضر السوق وبضر، خليهم يكونوا قاعدين مع بعضهم ويطلعوا بقد ما فيهم قرارات تقدر تخلص العالم وتخلص المواطن. بعد في نقطه مهمه كثير بدي اذكرها هلا للمؤمن، بس يدفع القسط تبعه بالدولار ياخذ وصل بالدولار، بس يدفع قسطه باللبناني ياخذ وصل باللبناني، لانه مرات يعني اكيد كل الوسطاء بيحترموا حالهم واللي هن بيعرفوا كيف يشتغلوا، بس ياخذوا دولار من المؤمن بيروحوا بيدفعوا دولار، وهيك لازم يصير خصوصا اذا عم يقبضوا على بيوت وعلى بروبرتي وعلى بنايات، لانه اليوم اذا زبون قرر يدفع بالدولار تيامن الخط البنايه تبعيته بده كمان لما يصير الحادث يرجع يقبض بالدولار، ما يكون الوسيط اخذ هالمصريات لا سمح الله اخذهم بالعمله الاجنبيه وراح دفعهم بالعمله. وهيدي من نحن حكينا مع الوسطاء وبعثنا وعملنا جايدلاينز بهالموضوع وعملنا كثير تعميمات بهذا الموضوع، بس هيدي كمان رجعت حبيت اذكرها، وينتبه الزبون لما يدفع ياخذ وصل بالعمله اللي عم بيدفع فيها. وبدي اتشكرك على الحلقه وان شاء الله الى اللقاء. ان شاء الله قريبا. ديانا في موضوع ما دوينا عليه بس لازم نحكي كثير بسرعه، بظرف كورونا
في كتير عمليات تأجلت، في كتير خدمات طبية ما انعملت، هل هذا بدل أنه كان في مبالغة من قبل المستشفيات والأطباء بالعمليات؟ أكيد نادر، صراحة أكيد هذا الشيء بنقدر نأكد عليه، كلنا شفنا قديش نزل الورك لود. هلا أكيد في العمليات الباردية اللي كانت بتتأجل، هودي تأجلوا حكمان ضروريين بس كانوا بيتأجلوا، بس كمان في كتير أعمال طبية، وهذا الشيء مش بس من كورونا، من وقت ما بلشت من تشرين لهلا، من سنة الماضية لهلا وقت بلشت سكر الطرقات، كله تبين أنه في كتير أشياء تأجلت، في كثير اعمال طبيه ما عادت انعملت، ونزل نزلت الورك لود، يعني نزل عند الفاتوره الصحيه، اكيد الفاتوره الصحيه نزلت، وهذا كمان بدل قديش كان في تضخم، قديش كان في اشياء ما في الا لزوم كانت عم تنطلب. وهون الوعي كثير مهم، الوعي من قبل المواطن، الوعي من قبل الاطباء المعالجين، من قبل المستشفيات، انه نحن اذا كنا بدنا نواجه كل هالاخطار اللي فيها لبنان، اللي عم يوقع فيها لبنان، ما بنقدر ما نكون عم نفكر بمصلحة بعضنا، كل واحد أنا عم فكر بمصلحتك، أنت عم فكر بمصلحتي، لأنه الكل بده يطلع من هيدي الأزمة ربحان، ما حدا بده يطلع خسران، المؤمن بده يوصل له حقه بلا ما على ظهره يصير في صفقات معينة، المستشفى بدها تأمن استمراريتها، شركة التأمين، شركة التأمين والهيئات الضامنة بدها تأمن كمان استمراريتها، وكمان كل العاملين بهذا القطاع بدهم يأمنوا استمراريتهم بأنه قد ما فينا نكون ترانسبيرنت ونخفض كل هيدي الأكلاف. أنا بدي أتشكركم نقيب، بدي أتشكرك، بتشكر وجودك معنا النقيب سيريل عزار الحالي لوسطاء التأمين، ديانا حيدر مساعد مدير عام بيست أسيستنس دي بي أي بلبنان، شركة رائدة بخدمة إدارة خدمات الرعاية الصحية. أنا بدي أتشكر إدارة الأو تي في اللي سمحت لي وأعطتني الفرصة إنه أنضم لأسرة هالتلفزيون، بدي أتشكر فريق العمل، وبتمنى يكون طريقي مثمر على هيدي الشاشة. إلى اللقاء بعد أسبوعين، وموضوع جديد أكيد بالتأمين كيف منأمن.